بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وأن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون فيه لومة لائم، وأن تمنعوني إذا ظهرت مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فوالله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها، لكن الأمة تعرف بشبابها، ولا يطلع بالدين إلا الشباب. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحالفه الشباب وخالفه الشيوخ، فإن هذا يعين شباب الأمة على القيام بما يجب عليهم أن يقوموا به في هذا الوقت. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نحن ضعاف نعم، وليس في أيدينا ما في أيدي أعدائنا أو خصومنا، لكننا إذا رجعنا إلى الشرب الأول، إلى زمن الصحابة، زمن النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وزمن الصحابة، واستمسكنا بما كانوا عليه، فأحلف بالله إننا لمنصورون. أشرف الأعمال قاطبة أن تموت خادما لهذا الدين. أيها الشباب، إن عليكم مسؤولية كبيرة، ولن ينتصر هذا الدين إلا إذا رجعتم مرة أخرى إلى حقيقته، فأنت الجماعة وإن كنت وحدك.